ماذا؟ أتدرون لماذا؟ لماذا يا أصحاب الضمير النائم؟ لأن الصهاينة قتلوا حبي الدافئ الذي أحتاج إليه أكثر من أي شيء آخر. قتلوا أمي، أبي، إخوتي. ألست طفلة أحتاج لأمي، لأبي، لأخوة؟ أين أنتم؟ أين أنتم يا أصحاب الضمير النائم؟ أين أنتم يا حكماء العالم؟ كفى صراخ لأمم لم تعرف سوى الدماء. هذه أحزان طفلة لم تزل تبحث عن خطورها الضائعة. خلاص بطلت وطن يا عم، مش كفى عارف. بس كل ما عليه يقول مين ولاد عمها. انا شو شوي خايف جد عرباتك يا عم، عرباتك يا عم، عرباتك وصلنا سلام مسكين يا فاتن. أبدا تحت باطك.